مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من رأي عام. 64 يوم بالضبط بتفصلنا عن بدء تطبيق الاستراتيجية الجديدة للتعليم اللي أعلنها وزير التربية والتعليم النهاردة. اللي سمع الوزير أكيد هيقول أخيرا سينتهي بعبع ورعب الثانوية العامة من مصر. هيقول إن العد التنازلي لاختفاء الدروس الخصوصية يمكن القول بأنه هيبدأ مطلع العام الدراسي المقبل. البطل في استراتيجية تطوير التعليم هو المدرس، مدرسو رياض الأطفال هم أساس التطوير. هنتعرف على ملامح هذه الاستراتيجية وأهدافها وأليات تنفيذها في فقرة الأخبار، وكمان طبعا لازم هنناقشها بالتفصيل في حلقتنا المقبلة. بعد الأخبار هنتعرف على علم أو فن جديد بدأت مصر تعرفه في السنوات القليلة الماضية، هو التسويق السياسي. إزاي ممكن صناعة سياسي أو قائد أو رئيس حزب أو عضو برلمان؟ إيه اللي بتعمله شركات العلاقات العامة؟ وإيه هي الخدمات اللي بتقدمها للراغبين؟ هل هو بيزنس على طريقة الستار ميكرز أم هو علم له أصول وقواعد؟ فقرتنا الأخيرة هنناقش فيها أزمة انتظار أو ركن العربيات في شوارع مصر. هل سينهي مشروع القانون اللي وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سينهي حالة الفوضى اللي بتسيطر على الشوارع؟ إزاي يتعامل القانون المنتظر مع السايس باعتباره بطل هذه المنظومة؟ ده كله هنتعرف عليه في الفقرة الأخيرة النهاردة. أما الآن فنبدأ الحلقة بأبرز العناوين. 25 قوة عسكرية تختتم فعاليات التدريب المشترك درع الخليج واحد بحضور قادة مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت. أربعة وستون يوماً تفصل مصر عن بدء تطبيق الاستراتيجية الجديدة للتعليم، وخمسمائة مليون دولار قرضاً من البنك الدولي للتنفيذ. خمسة عشر ألف طن من الدواجن واللحوم تطرحها الحكومة في الأسواق اعتباراً من أول مايو المقبل استعداداً لشهر رمضان بحسب وزارة التموين. ثلاثمائة مليون جنيه لدعم نواقص الأدوية في مصر بحسب وزير الصحة، ولجنة حكومية لتحديد الفقراء في التأمين الصحي الشامل. كانت تلك أبرز العناوين، إلى التفاصيل بعد قليل. مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام. الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جميعهم شهد النهاردة ختام فعاليات التدريب المشترك درع الخليج واحد اللي شاركت فيه قوات عسكرية من 25 دولة بينها مصر والسعودية. المناورات بدأت في 18 مارس الماضي بتنظيم من وزارة الدفاع السعودية في المنطقة الشرقية في المملكة. امبارح بعد انتهاء البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية كان في لقطة لافتة انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة يعني بتدل على العلاقات المتميزة بين القادة اللي مجتمعين في هذه اللقطة، وطبعا من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد
وآخرين مجتمعين في يمكن على غداء أو على عشاء في قصر الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. الصورة أثارت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين عليه، زي مثلا أريج اللي كتبت على تويتر، كتبت كمية بساطة وحب كتيرة، يعني علقت على هذه الصورة، وحمد اللي وصفها بأنها أحلى صورة في قمة الظهران. أما عبد الله فدعا للقادة العرب بالتوفيق والسداد في الخطام. بمناسبة الصور أيضا، يعني نشر المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني صورة على تويتر وقال ممثل الشق الشرقي لجزيرة سلوى بن قوسين قطر سابقا في القمة العربية منبوذا لوحده في أقصى يمين الصورة، كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء ووفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية، إلا هو يكلم نفسه وبين عينيه أيدي تنظيم الحمدين الملطخة بدماء الشعوب. طبعا بيعلق على الصورة اللي بتجمع يعني رؤساء الزعماء اللي شاركوا في القمة، ومندوب قطر اللي شارك في القمة يعني جالس وحيدا لا يتحدث مع أحد ولا أحد يتحدث معه. خبر صار لكل أولياء الأمور، أمور الطلاب في مصر خاصة طلاب الثانوية العامة. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عقد النهاردة مؤتمر صحفي لإعلان موافقة البنك الدولي على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي في مصر بقرض قيمته 500 مليون دولار. من المقرر أن يتم توقيع القرض في واشنطن يوم الجمعة المقبل. الوزير أعلن عن بدء تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم بعد 60 يوم بالضبط من توقيع القرض، يعني بعد 64 يوم من النهاردة. الوزير قال أيضا أن خطة تطوير التعليم تضمنت تخصيص 20% من قيمة القرض لتدريب المعلمين خاصة في مرحلة رياض الأطفال باعتبارهم أساس تطوير التعليم. نشوف جانب من هذا المؤتمر. مجلس إدارة البنك صوت بالإجماع، إجماع الدول الأعضاء في البنك الدولي، على القرض المصري لدعم إصلاح التعليم في مصر بمبلغ 500 مليون دولار على مدار 5 سنوات. ده عمل كبير جدا اشتغلنا عليه من أول يوم جينا هنا. التواصل كان إن احنا نقلنا رؤية مصر عاوزين إزاي نصلح التعليم بمجمله يعني للفريق بتاع البنك الدولي. الفريق وظيفته انه ياخد مننا الرؤية دي ويحاولوا يدرسوا المخاطر، هل احنا قادرين على تنفيذها، هل تكوين الوزارة، هل في التزام من الدولة، لان دي فلوس الدول الاعضاء في البنك الدولي، فلما يدوها اللي بيدي قرض بيبقى عاوز يطمن على فلوسه، عاوز يطمن الفلوس دي هيتعامل بيها اللي اتكلمنا عليه ومش هتروح في حاجة تانية وهترجع له. العشر شهور دول كأننا كنا في امتحان، يعني في حد بيتابع بيناقش كل تفصيلة. الرؤية دي اتقسمت على مخرجات عاوزين نعملها على مدار 5 سنين، درسوا كل الأمور دي في مصر والتزام الدولة كقيادة سياسية بإصلاح التعليم. ده جزء من المؤتمر الصحفي اللي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومعايا دلوقتي على التليفون الأستاذ أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذ أحمد مساء الخير. أستاذ عمرو مساء الفل. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. يعني إذا ما ذكرنا في عجالة كده، يعني أبرز ملامح يعني هذه الاستراتيجية المنتظرة واللي يعني الجميع يعني يعول عليها كثيرا لدخول الاطمئنان إلى القلوب، خاصة قلوب أولياء الأمور اللي عندهم أبناء في الثانوية العامة. خلينا أقول لك أستاذ عمرو، يمكن زي ما كان دكتور بيذكر في المؤتمر، هو أولا الحصول على 500 مليون دولار هو ما كانش ده الهدف من دخولنا مع البنك الدولي، ولكن كل الدول الأعضاء اللي صوتت بالإجماع لديها من الخبراء لدى البنك الدولي، خبراء تعليم
اقروا ووافقوا على استراتيجيه التعلم الجديد استراتيجيه التعليم الجديده. فعندنا اذا موافقات ورؤيه من دول كثيره، وده ممكن برضو تم اثناء وجود دكتور طارق في مؤتمر التعليم في لندن، وكان هو كان ليه طرح رؤيه التعليم الجديده في مصر قدام 102 من وزراء التعليم في العالم. بالاضافه طبعا لي يمكن بكلم حضرتك دلوقتي دكتور طارق شوقي قاعد في مجلس النواب وفي ثناء من كل الاعضاء على استراتيجيه التعليم الجديده، بالاضافه لجلوسه مع الطلاب، بالاضافه لجلوسه مع كثير من اولياء الامور والائتلافات المختلفه لطرح الفكر الجديد اللي طرحه النهارده بقى دكتور طارق في المؤتمر، متمثل في تغيير المنظومه التعليميه بالكامل بدءا من سبتمبر 18-19، وده هيكون على بدايه مرحله رياض الاطفال وصولا ب 14 سنه تعليميا ان شاء الله مع استراتيجيه الدوله 2030 يكون في منتج مختلف تماما. ده الاستراتيجيه الجديده اللي هتشتغل على المناهج وتشتغل على المعلمين، تشتغل على البنية التحتية، تشتغل على المدارس وتحويل التعليم الإلكتروني. ده خط ومسار ماشي فيه وزارة التربية والتعليم، وهو مشروع دولة، هو ليس مشروع دكتور طارق شوقي أو مشروع أحد من الوزراء، ولكن هو مشروع دولة. لكن هتلاقي كتير من البروتوكولات وقعت مع وزراء مختلفين في جلسات كتير بتحصل مع كل أعضاء الحكومة، مع سيادة الرئيس، مع فتح السيسي شخصيا، عشان هي مشروع دولة، هي ليست مشروع فرد. بالإضافة لتطوير بقى المنظومة الحالية الموجودة، وكان النهاردة طرح على موضوع الثانويه العامه الجديده اللي هتبدا ان شاء الله في سبتمبر 18-19 للدخول اللي داخل اولى ثانوي ان شاء الله، هو اللي هيطبق عليه المنظومه الجديده. طب قول لنا يعني ملامحها استاذ احمد. ملامحها اول، خلينا اقول حاجة، الهدف منها الاول هو الهدف للوصول للتعلم وليس الحصول على درجات. جميل. او الحصول على الشهاده. ده الهدف اللي احنا بنسعى له يعني من سنين. صحيح. طويله. صحيح. ولكن ده هيتم بمجموعه اجراءات من ضمنها تغيير نظام الامتحانات بالكامل، يعني هيبقى فيه كل سنه على مدار العام 4-5 امتحانات لكل ماده، هيختار الطالب هو اعلى درجات خدها في كل سنه بوصولا بقى للثلاث سنوات، ممكن يبقى 12 امتحان 14 امتحان، الطالب هو اللي هيختار العدد الدرجات اللي هو عايزه من ال 14 محاوله اللي هيوصل لها. اذا احنا مش متوقفين على امتحان الثانويه العامه اللي كان بيعمل الرعب وبيعمل الفزع وبيحدد مصير كل طلابنا وايضا بيعمل قلق وفزع لاولياء الامور. لا، انت عندك اكثر من 14-15 فرصه تقدر تجرب فيهم على مدار الثلاث سنوات، فده هيريح ويعمل اريحيه عند الطالب ان هو عنده فرص كتير يقدر يعملها. حتى خلاف النظام القديم اللي كان فيه تحسين مره واحده، لا، ده بيديك 14-15 فرصه. تدخل العنصر البشري مش موجود تماما في موضوع التصحيح او حتى في طرح الامتحانات. في بنك اسئله بيتم اعداده دلوقتي، كل مدرسه هتطلب الاسئله الامتحان اللي هي عايزاه، هيجي لها مجموعه من الاسئله هيجاوبها الطالب على التابلت اللي هيكون موجود في ايده، والاسئله دي هترجع تاني البنك الاسئله هيكون مصححين مختلفين تماما. فتدخلش بقى خالص ولا مدير مدرسه ولا المعلم في طرح السؤال او في كتابه السؤال او في تصحيح السؤال. ده على مدار ال 14 امتحان اللي هياخدهم الطالب في الثلاث سنين. صحيح. كل مدرسه بتطلب الامتحان اللي هي عايزاه في الوقت اللي هي عايزاه، بيجي من بنك الاسئله على تابلت الطالب شخصيا بيجاوب عليه وبيروح راجع تاني، بيتم تصحيحه برضه عشوائي من مجموعه اسئله كتير بتجيله من مدارس مختلفه وبيتم التصحيح. طب الطالب بيجاوب يا استاذ احمد، يعني طالب بيجاوب في لجنه امتحان زي الامتحانات اللي احنا زي اللجان اللي احنا بنشوفها؟ ده سؤال مهم جدا، يعني خلينا في البدايه عشان ما يبقاش الانتقال فجائي تماما، هيكون من خلال لجنه امتحانات، ولكن بعد كده ممكن يبقى الطالب بيحل الامتحان في بيته، يعني ما عنديش مشكله خلاص، بس في الاول طبعا هتبقى لسه في لجان امتحانات، التابلت موجود معاه، بتجيله الاسئله على التابلت في الوقت الزمني المحدد للامتحان، وبعدين بيجاوبه وبعدين بيروح يصح وبيرجع تاني. دي عشان ما تبقاش في يعني فجوه انتقاليه كبيره بالنسبه للطالب وبالنسبه برضه المعلم او المراقب او الكلام ده كله. ولكن المفروض هيوصل لحاجه بيتكلم فيه، ممكن يبقى في البيت يحل الامتحان، ممكن يبقى في اي مكان هو موجود بيجيله الامتحان. طب وازاي اضمن انه مش هيغش؟ لا، ده هو المنهج عنده، انا مش عايز موضوع الغش، هو المنهج عنده على فكره والمناهج كلها موجوده عنده على التابلت، انا عايزه على مدار السنه كلها هو بيفهم، والسؤال اصلا كان مش هيخليه يعرف الغش، السؤال مبني على درجه الفهم، انا بقيس درجه الفهم مش بقيس درجه الحفظ. تمام. وده اللي بنشتغل عليه بقى في بنك الاسئله دلوقتي، ان كل الاسئله تكون مبنيه على قدر الفهم اللي استوعبه الطالب مش قدر. تمام. الحفظ اللي يوصله للطالب. طيب يعني العنصر البشري هيكون يعني اقل تدخلا من النظام القديم، هيتحول للمعلم لمحاور مع الطالب في القصة المنهج الموجود معاه على التابلت، سواء مع التابلت مع المعلم او مع الطالب، يتحاوروا وبينقلوا خبرات المعلم، ينقل خبراته على المنهج الموجود على التابلت، مش مجرد بقى ان هو المعلم وبيفرض عليه اسئله معينه وبيتحكم في درجات وبيتحكم في اعمال سنه، هيختفي كل ده تماما، المعلم هيتحول بعد برضه الارتقاء بمستوى المعلم من خلال مشروعات. طيب. كتير بتتم في الوزاره دلوقتي،
سواء المعلمون اولا او سواء البرامج المختلفه الاكاديميه المهنيه للمعلمين. انا برضو شغال في نفس المسار، بطور اداء المعلم عشان يبقى مؤهل للمنظومه الجديده. تمام. طب بنهايه الثلاث سنين اللي هم بتوع الثانويه، المرحله الثانويه يا استاذ احمد، يعني هيكون في برضو مكتب تنسيق ورغبات ومعدلات ولا يعني هيلتحق ازاي؟ هو طبعا ده دور وزاره التعليم العالي، ان كان في تنسيق او في جلسات بين دكتور خالد ابو غفار ودكتور طارق شوقي على كيفيه الوصول او الخروج من موضوع مكتب التنسيق، ولكن هو في الاخر القرار لوزاره التعليم العالي. انا بسلم المنتج بعد انتهاء الامتحانات بالدرجه اللي حصل عليها الطالب لوزاره التعليم العالي، بتقره بقى من خلال مكتب التنسيق، من خلال مكتب مستال امتحانات قدرات. ده اللي هتقره وزاره التعليم العالي مش وزاره التربيه والتعليم. يعني انتوا يعني مهمتكم هتنتهي عند بنهايه الامتحانات بتاعت المرحله الثانويه، استلام النتيجه بالنسبه للطالب. اها تمام. ما هو ده السؤال ده المفروض يجاوبنا عليه طبعا الدكتور غالب افكاره. طبعا في جلسات، يعني ده حاجه لو طرحت في الحكومه دي فيها ميزه مهمه جدا، ان هم كلهم بيقعدوا مع بعض وهم بيشتغلوا كلها على مشروع واحد، ففي جلسات كتير وتنسيق بين دكتور خالد ابو غفار ودكتور طارق شوقي. صحيح، ولكن القرار بيكون لوزاره التعليم العالي. طيب ده تطور يعني هام جدا، ويا رب فعلا الهدف يتحقق، الهدف انه ان احنا نطلع طالب يعني فاهم مش حافظ يعني. صحيح صحيح. انا بشكرك طبعا، احنا يعني هنتابع مع حضرتك ومع الوزاره استاذ احمد خيري. اها تمام. ما هو ده السؤال ده المفروض يجاوبنا عليه طبعا الدكتور غالب افكاره. طبعا في جلسات، يعني ده حاجه لو طرحت في الحكومه دي فيها ميزه مهمه جدا، ان هم كلهم بيقعدوا مع بعض وهم بيشتغلوا كلها على مشروع واحد، ففي جلسات كتير وتنسيق بين دكتور خالد ابو غفار ودكتور طارق شوقي. صحيح، ولكن القرار بيكون لوزاره التعليم العالي. طيب ده تطور يعني هام جدا، ويا رب فعلا الهدف يتحقق، الهدف انه ان احنا نطلع طالب يعني فاهم مش حافظ يعني. صحيح صحيح. انا بشكرك طبعا، احنا يعني هنتابع مع حضرتك ومع الوزاره استاذ احمد خيري تطورات هذا الموضوع الهام والقضيه التي تهم يعني ملايين الاسر المصريه. الاستاذ احمد خيري المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، متحدثا عن الاستراتيجيه الجديده لتطوير التعليم ما قبل الجامعي. باقي بالضبط 31 يوم تقريبا، يعني مش 31 يوم، ممكن يكون أقل، على شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. بالمناسبة دي الحكومة بدأت تستعد للشهر بمجموعة من القرارات الخاصة بالسلع الغذائية، أبرزها التوجيه بمضاعفة كميات اللحوم والدواجن والسلع الأخرى اعتبارا من أول مايو وحتى انتهاء شهر رمضان. خلونا نشوف فيديو جرافيك عن أبرز التحركات الحكومية اللي أعلنت عنها وزارة التموين النهاردة استعدادا لشهر رمضان. ومن الغذاء إلى الدواء، قضية نقص الأدوية من القضايا المهمة ومن الأزمات المتكررة في مصر، أوقات بتزيد وأوقات بتتراجع زي الفترة الحالية. عشان كده وزارة الصحة كانت أعلنت من فترة عن تأسيس صندوق لدعم نواقص الأدوية. صندوق مهمته توفير الغطاء المالي لسرعة شراء أي أدوية مستوردة بتعاني نقص في السوق. الجديد النهاردة اللي أعلنه الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، اللي أعلن عن دعم شركة أكاديميا بمبلغ 140 مليون جنيه لدعم نواقص الدواء في مصر، وبكده يوصل إجمالي المخزون المالي الاستراتيجي في الصندوق ل 300 مليون جنيه. الجديد أيضا اللي أعلنه الوزير النهاردة أن شركة أكاديميا هتدخل عالم إنتاج أدوية الأورام، وده هيخفض سعر الأدوية بنسبة 40% وهيوفر 300 مليون جنيه تقريبا. معايا على التليفون الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي، اللي هنتكلم معاه عن أنه وزير أو رئيس الوزراء النهاردة المهندس شريف إسماعيل قرر تشكيل لجنة
برئاسة نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة وعضوية ممثلي بعض الجهات المعنية، مهمتها وضع معايير لتحديد غير القادرين في قانون نظام التأمين الصحي الشامل، مع الاسترشاد بالحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم. زي ما حضراتكم عارفين يمكن أن تعريف غير القادرين كان شهد جدل وخلاف كبير وقت إعداد القانون. دكتور علاء غنام، مساء الخير. مساء الخير يا دكتور أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور علاء، إزاي عرفتم المصطلح الفقراء يعني بشكل نظري في قانون التأمين الصحي؟ طبعا التعريف كان مرتبط بدراسات حوالين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للأسر المصرية اللي هتبقى أولى بالدعم من خلال قانون التأمين الصحي. وأنا شايف أنه القرار ده في وقته تماما، تشكيل اللجنة دي، وبعتقد أنها لجنة هتبقى دائمة، لأنه غير القادرين، وده التعبير اللي أنا بفضل أستخدمه، متخير، بمعنى أنه مرتبط بحاجات كتير جدا، منها نمو الدخل القومي بشكل عام وعدة مؤشرات ومعايير أخرى. هيبقى دور اللجنة الوزارية دي أو التنفيذية، بالإضافة لاستعانها بمن ترى من الخبراء، عمل مستمر، وهتبقى لجنة دايمة. وأنا متوقع أنه هيبقى في سلسلة قرارات حكومية أخرى بتمهد كلها لبدء العمل أو تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل في بورسعيد وورقي إقليم القناة وبما فيه شمال وجنوب سيناء، مع شهر 7 وشهر 8 إن شاء الله. فده توقيت مناسب جدا لتشكيل اللجنة، وكمان تشكيلها مناسب جدا من الممثلي الوزارات المعنية، لأنه هنا رئيس اللجنة نائب وزير مالية الخزانة العامة، وبالتالي هو ده اللي هيخصص الموارد لدعم غير القادرين. وانا بعتقد انه مش هيبقى مبلغ قليل، ومن ممثلين عن وزارات عندهم قواعد بيانات دي، زي وزاره التضامن، زي الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء اللي هو بيعمل مسوح اجتماعيه واقتصاديه بشكل دوري، وايضا وزاره التموين والتجاره الداخليه، وكمان اظن هيئه الرقابه الاداريه. بالفعل يمكن احنا تطرقنا للموضوع ده امبارح في مكالمه هاتفيه مع الدكتور محمد معيط نائب وزير الماليه. لكن السؤال اللي انا عايز اطرحه لحضرتك، اللجنه اللي حضرتك يعني بتتكلم عنها دلوقتي دي لجنه مهمه جدا، يعني هتضم فئات اكتر من حتى اللي بتساعدهم الدوله، اللي بتساعدهم وزاره التضامن الاجتماعي، زي مثلا اللي هم مستفيدين من مشروع تكافل وكرامه. بالظبط، لانه دول فئه محدوده بدعم ضماني اجتماعي. احنا هنا بنتكلم على شريحه اوسع بقى شويه، محتاجين دعم للاشتراكات بتاعتهم في منظومة التأمين الصحي الجديد، مش مجرد اللي بياخدوا معلش تكافل وكرامة، لا، ده في فئات أوسع كتير من الإطار ده، لأن كده احنا بنتكلم على معايير هنا مرتبطة بالبطالة، ومرتبطة بالحد الأدنى للأجر، ومرتبطة بمسوح بتتعمل بشكل دوري، لان ده زي ما قلت لحضرتك يا استاذ عمرو متغير. ممكن السنه دي العدد يبقى سي مثلا افتراضا 30%، ممكن السنه اللي بعدها يبقى اقل، وهكذا حسب الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه بشكل عام. وبالتالي اللجنه دي هتبقى دايمه في تصوري، وعملها هيبقى دوري، يعني ممكن تجدد بياناتها كل سنه او كل سنتين حسب ما يتراءى لها. وهتضم من ترى من الخبراء الاقتصاديين والماليين، لان ده شغل في غايه الحساسيه والاهميه. يعني بيتسم بحساسيه شديده واهميه شديده، وهيحتاج دقه شديده كمان ضمن فكره العمل الاجتماعي الصحي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي. إلى خبر آخر، منطقة ميدان العتبة وحي الموسكي ومحيطها، زي شارع الأزهر، زي شارع الجيش، تحولت على مدار الست سنين اللي فاتوا إلى سوق زحمة جدا، مليانة بياعين جائلين وغيرهم، لدرجة أن البياعين دول ما كفهمش يعني أنهم احتلوا الأرصفة واحتلوا أجزاء من الشارع
كمان أصبحت فكرة أن واحد يمشي على رجليه في هذه الشوارع يعني ممكن تتحول إلى مأساة. أما أنك أنت تدخل بعربيتك هناك وتخرج بدون ما تتعرض العربية لأي خبطة أو أي احتكاكات أو حتى المرور من هناك من غير ما يكون في زحمة، ده كله يعني أصبح أشبه بحلم شبه مستحيل. لكن يبدو، وده يعني أملنا كلنا طبعا، أن الموضوع ده هيتغير بطريقة يعني لا تضير هؤلاء الباعة الجائلين، هيتغير بعد الحملة اللي بدأتها محافظة القاهرة ومديرية الأمن لإزالة إشغالات الباعة الجائلين، وقامت أثناء هذه الحملة بمصادرة عدد كبير من العربات في ميدان العتبة. خلونا نشوف جانب من عمليات الإخلاء. إعادة المظهر الحضري لميدان العتبة وتحقيق انسيابية مرورية بكافة محاوره هدف الحملة المكبرة التي شنتها مديرية أمن القاهرة، بعد أن أدى وجود الباعة الجائلين إلى صعوبة الحركة وحدوث تكدسات مرورية في هذه المنطقة التي تشهد رواجا تجاريا. وقد نجحت الحملة في رفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والمحلات التجارية والأسواق العشوائية، 160 إزالة إدارية تم تنفيذها، و49 حالة إشغال طريق تم رفعها، و17 بائعا متجولا تم إجلاؤهم، كما تم ضبط العديد من المخالفات المرورية ما ساهم في تحقيق انسيابية مرورية، في حين ستتولى أجهزة محافظة القاهرة إعادة الرونق الحضاري للمنطقة في ظل وجود خدمات أمنية مكثفة لمنع عودة المظاهر السلبية العشوائية مرة أخرى وتحقيق الانضباط المنشود على مدار اليوم. محافظة القاهرة بتقول أنه الهدف من هذه الحملة هو عدم السماح للباعة الجائلين بالرجوع مرة تانية، وأنه عشان ده يحصل يعني لازم هيكون في حملات دورية صباحية ومسائية بدون مواعيد محددة، يعني حملات يعني مفاجأة. يعني طبعا أكيد هنتساءل الحملات دي هتستمر ولا مش هتستمر، لأنه العادة جرت في مصر أن الحملة بتخلص فالبياعين بيرجعوا مرة تانية. وبما أننا احنا بنتكلم عن محيط وسط البلد ومحاولات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، بعد بكرة يوم الأربعاء هيتم افتتاح منطقة البورصة التاريخية في وسط البلد بعد انتهاء أعمال تجديدها وترميمها ضمن مشروع إعادة ترميم القاهرة الخديوية. اختيار يوم الأربعاء لأنه بيوافق احتفالات اليوم العالمي للتراث. يمكن كتير من الأجيال الشابة ما تعرفش أنه منطقة البورصة، يعني ما تعرفش منطقة البورصة إلا القهاوي اللي كانت بتشوه يعني المنظر الحضاري هناك، وما تعرفش أنه المنطقة دي بتتميز بوجود أكتر من 20 مبنى لها طراز معماري مميز، وأنه كمان في المقر الرئيسي للبنك الأهلي ومقر البورصة القديم ومقر البنك المركزي القديم، وطبعا فندق الكوزموبوليتان اللي شيده المعماري الإيطالي ألفونسو، وكان من رواد الفندق يعني شخصيات عظيمة زي نجيب محفوظ وزي عبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل وغيرهم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن تطوير القاهرة الخديوية مع المهندس سعيد البحر مدير مشروع تطوير القاهرة الخديوية. باشمهندس سعيد مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهم ملامح هذا التطوير باشمهندس. هو احنا دلوقتي القاهرة الخديوية دي السنة الثالثة ودي مرحلة الثالثة من تطوير الخديوية أو إعادة الوجه الحضاري للقاهرة الخديوية. احنا اشتغلنا على حوالي 200 عقار عدنا لهم الواجهة الحضاري، 4 ميادين، مجموعة من فراغات او الشوارع المشاة، ممر بيهلر، شارع الالفي، شارع الازبكية، الشواربي، ودلوقتي المرحلة الثالثة اللي بتضم منطقة البورصة. فراغ البورصة بنعتبره فراغ ثقافي اداري، بالنسبة للهولة دي طبعا خلاص ما كانتش مرخصة، لكن دلوقتي بنديله الطابع، الفراغ هياخد طابع الشكل اللي هو الاداري او الشكل الثقافي، انشطة ثقافية، مكتبات، جاليري، عرض متحفي، وده ان شاء الله اللي هيبان في الافتتاحيه يوم 18 المرحله الاولى اللي هو شارع الشريفين. ده احنا طورنا حوالي 15 عقار، والشارع الشريفين بطول 200 متر، تكلفه حوالي 10 مليون، مشاركات مجتمعيه من مجموعه البنوك اللي بتطل على المنطقه دي، اهم البنوك طبعا موجوده والاذاعه القديمه موجوده،
منطقه مهمه جدا تراثيا يعني. طب حضرتك يعني اشرت الى بعض النشاطات الثقافيه، النشاطات دي يعني هتعقد فين؟ في الشارع نفسه؟ في هو احنا شكلنا اتحاد شغالين، بننزل بنقعد مع الناس. ابتدى دلوقتي نفس الانشطه تتغير، الناس ابتدت تشتري محلات وتقلب جاليري بمستوى معين. المحلات نفسها ابتدت تتغير، بقى يجمعوا مجموعه محلات مع بعض ويعملوا النشاط، واحنا مع رئيس الحي مع اجتماعات مع سيادة المحافظ بنوجه ايه النشاط المطلوب ان شاء الله، وابتدت بعض الناس تجاوب كتيره معانا. حتى اللي هي القهاوي القديمه دي اللي كانت بتقدم شيشه وتقدم حاجات، لا لا يا فندم، لا المنطقه دي لا ما فيهاش القهاوي والمطاعم دي، كانت نشاط موجود في الالفي اوريدي، ويعني شبه قننا اوضاعه وسيطرنا عليه ودربنا الناس. الفراغ هنا لو شكل واخد شكل تاني، شكل ثقافي. المنطقه ارقى منطقه اداريه تقريبا في وسط البلد، تضم مجموعه من المباني والمحددات القويه جدا، الفندق السياحي موجوده، مباني البنك المركزي، البنك الاهلي، بنك مصر، بنك القاهره، فالمنطقه مهمه بتاخد شكل تاني غير الشكل الموجود في المنطقه. بشكرك شكرا جزيلا المهندس سعيد البحر، مدير مشروع تطوير القاهره الخديويه. في الوقت ده من كل سنة بتبدأ الاستعدادات للاحتفال بعيد العمال في 1 مايو. النهاردة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مع محمد صعفان وزير القوى العاملة، وجبالي المراغي رئيس اتحاد العمال، وممثلي نقابة عمال مصر، علشان يعني يسمع مطالب ممثلي العمال. رئيس الوزراء قال ان الحكومة مؤمنة بان الاهتمام بأوضاع العمال وتهيئة بيئة العمل جزء لا ينفصل عن خطة الدولة للنهوض بالصناعة. نشوف جانب من المؤتمر الصحفي العقد بعد الاجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهاردة كان فيه الاجتماع اللي بيعقد دايما قبل عيد العمال بحضور دولة رئيس الوزراء مع القيادات النقابية ممثلة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة الممثلة لي، ويمكن طبعا تم بحث كافة الأمور التي تتعلق بالعمال على مستوى كل القطاعات، وتم وضع رؤية مشتركة فيما بين الاتحاد وقياداته مع دولة رئيس الوزراء للنظر في كل متطلبات العمال خلال المرحلة القادمة. وزي ما بمناسبة العمال، وزير القوى العاملة أعلن حصر العمالة غير المنتظمة، اللي الحصر اللي بتعمله الوزارة على مستوى 27 محافظة، وحتى الآن الحصر وصل لمليون و634,217 عامل على مدار 41 يوم من إعلان فتح باب التسجيل. وده مش معناه ان دول كل العمالة غير المنتظمة في مصر، دول بس اللي سجلوا بياناتهم ضمن حملة اسمها حماية اطلقتها الوزارة، واخر ميعاد في التسجيل فيها نهاية شهر ابريل الجاي. معايا على التليفون السيد محمد صعفان وزير القوى العاملة. معالي الوزير مساء الخير. اهلا استاذ عمرو، مساء النور، كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك بألف خير. كل عمال مصر طيبين وحضرتك بألف خير. معالي الوزير، ايه هي ابرز مطالب ممثلي العمال اللي تقدموا بيها لرئيس الحكومة؟ يعني يمكن معظم المطالب النهاردة كانت تتعلق دايما بتطوير وسائل الانتاج وتطوير الشركات. ده بيؤكد ان النهاردة عمال مصر فعلا بيفكروا في كيفية المساعدة، وان هم يكونوا الساعد الرئيسي في التنمية اللي مصر بتطمح في انها تحققها خلال الفترات القادمة. وطبعا ده بيؤكد على اننا دايما لما بنراهن على عمال مصر دايما في النهايه مصر هي اللي بتكسب. طيب بخصوص العماله غير المنتظمه، الرقم اللي حضرتك اعلنته النهارده واعلنته الوزاره اللي هو 1,634,000 عامل تقريبا، ده بيمثل نسبة قد إيه من حجم العمالة غير المنتظمة في البلد؟ هو قبل ما نقول هو بيمثل قد إيه من حجم العمالة، لازم نقول إحنا إزاي وصلنا لهذا الرقم. يمكن السيد رئيس الجمهورية أطلق مبادرة لحماية هذه الفئة من العمالة، يمكن هذه المبادرة اللي طبعا اقترنت فيها شهادة أمان كانت هي الحافز والدافع ان الجميع يعني يسرع في اتخاذ الخطوات. يمكن احنا في فترات سابقه حاولنا ان احنا نعمل نفس الحمله الخاصه بحصر العماله، ولكن يمكن لم نوفق في ان احنا نحصل على عشرات الالاف، لكن المره دي بعد مبادره سياده الرئيس
يمكن ابتدينا من بداية شهر مارس، والنهاردة الحمد لله يمكن في آخر اليوم النهاردة وصل الرقم لمليون وسبعمية تسعة وعشرين ألف. وطبعا ده يعني احنا مش بنقول ان هو ده كل العمالة، بالعكس لا ده جزء معين، لكن لما بيبقى عندنا عينة بهذا الحد دي هتساعدنا في ان احنا نبتدي نشتغل على اساسها مع نهاية شهر ابريل، يمكن تكون قد وصلت الى مثلا في حدود 3 مليون. العينة هتبقى تدينا مؤشرات جيدة، مؤشرات من حيث التوزيع الجغرافي حسب المحافظات، عشان كمان نحدد اي محافظات فيها اكبر حجم من العمالة، وكذلك بالنسبة للقطاعات المختلفة. وبعد كده هيبقى في تعاون بين الجهات التنفيذية كلها، يمكن وزارة القوى العاملة مع وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة التنمية المحلية ممثلة في السادة المحافظين، وكذلك أيضا النقابات العمالية، عشان نقدر نضع آليات لتشغيل وحماية هذه الفئة من العمال. يمكن يعني عيد العمال مرتبط مع الوزير في أذهان كتير جدا، قطاع عريض جدا من العمال، بعبارة المنحة يا ريس، هل هيكون في منحة السنة دي؟ كل سنة وانت طيب. طبعا يعني السيد وزير المالية طبعا بيعد الدراسة لده، وحنشوف النتائج هذه الدراسة، وبعد كده يبقى ان شاء الله تعلم من خلال مجلس الوزراء. بس السيد وزير المالية ايده يعني ماسكة شوية. لا والله انتوا عارفين يعني حجم العجز اللي موجود في الموازنة، فيعني احنا كل المحاولات اللي نقدر نساعد بيها مع عمال مصر، زي ما قلت لحضرتك في البداية، عمال مصر احنا يعني مهما عملنا لهم ما نقدرش نوفيهم حقهم، لان هم يمكن حضرتك شفتهم في الثلاث ايام الانتخابات الرئاسية كانوا يعني بيرسموا صورة لعمال مصر مشرفة، شفنا عمال المحلة وشفنا عمال العاصمة الإدارية الجديدة، شفنا عمال البترول، شفنا كل العمال النهاردة في الانتخابات بيرسموا فعلا صورة لعمال مصر جيدة. وزي ما قلت لحضرتك من شوية، فعلا عمال مصر كل ما بنراهن عليهم دايما بيرفعوا رايتنا. بشكرك شكرا جزيلا مع الوزير، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل عمال مصر بألف خير. السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، شكرا جزيلا. بكرة مصر هتستضيف مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط، وهو فرصة لتسليط الضوء على الاستثمار في مصر والفرص المحتملة للمستثمرين الدوليين والإقليميين، ومناقشة تطوير الأسواق المالية الإقليمية والاتجاهات المالية العالمية. معايا خلونا نعرف يعني التحضيرات النهائية للمؤتمر، معايا على الهواء مباشرة من أحد فنادق القاهرة الدكتور أشرف الخطيب، عضو مجلس إدارة جمعية المحللين الماليين المنظمة للمؤتمر. مساء الخير يا دكتور أشرف، خلينا نتكلم في البداية عن تجربة تنظيم مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط، يعني إيه اللي بيميز هذا المؤتمر عن غيره من مؤتمرات الاستثمار؟ مساء الخير أستاذ عمرو، أنا معايا شهادات كتير منها ماجستير بس لسه يعني مفيش دكتوراه. إن شاء الله خلاص يعني نديلك الدكتوراه بإذن الله. المؤتمر ده إحنا بقالنا أكتر من 5 سنين بنتمنى، ربنا يخليك، بقى لنا اكتر من 5 سنين بنحاول ان احنا نجيبه مصر. هو مؤتمر بيتم تحت يعني بالتعاون مع سي اف انستيتيوت، ودي منظمه عالميه لخبراء الاستثمار، فيها اكتر من بتشتغل في اكتر من 150 بلد، وليها فيها اكتر من 150 الف عضو، فهي يعني منظمه كبيره جدا. والمؤتمر ده بيتعمل تحت رعايه وزاره الماليه، تحت رعايه البنك المركزي، وزارة الاستثمار، ودوان تم قبل كده في الكويت، في الإمارات، وفي قطر، وفي البحرين، وإحنا كل سنة كان نفسنا أن احنا نجيبه في مصر، والسنة دي قدرنا أن احنا نجيبه في مصر. إيه اللي بيميزه عن المؤتمرات الأخرى؟ أن احنا بنحضر له بقالنا يمكن 9 شهور، أن احنا نحاول نجيب متحدثين من أمريكا، من أوروبا، من الشرق الأوسط، يكلمونا مش بس عن مصر، عن الشرق الأوسط بصفة عامة، وبتركيز على مصر. وقدرنا كمان ان احنا نعمل المؤتمر تحت رعاية وزارة الاستثمار والبورصة المصرية، وهيشرفنا 3 وزراء، وزيرة الاستثمار، وزيرة التخطيط، وزير قطاع الاعمال، ورئيس البورصة المصرية. وعندنا متحدثين الحمد لله على قدر عالي جدا من الكفاءة، في بعضهم اول مرة يعني يجي يتكلم في مصر،
فعندنا نسبة حضور كبيرة، عندنا أكتر من 450 واحد عايز يحضر المؤتمر بتاعنا، عندنا 25 متحدث أجانب ومصريين وعرب. تمام. طيب إيه أهم المحاور اللي هيناقشها هذا المؤتمر أستاذ أشرف؟ أستاذ عمرو، عندنا محور عن أسواق، تطوير أسواق المال، محور عن الطاقة سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة، وحضرتك عارف مثلا في عندنا سواء حقل ظهر سواء الاهتمام بالطاقة المتجددة اللي موجود، ومحور آخر البنوك الـ Non Banking Financial Services أو الخدمات المالية غير المصرفية سواء خدمات تمويل متناهي الصغر، خدمات تأجير تمويلي، بيع بالتقسيط. الكلام ده كله مصر يعني بتنمو فيه بسرعة كبيرة جدا، وإحنا عايزين نتكلم فيه. وآخر محور عن العقارات وكيفية العقارات، يعني كيفية دور الريال استيت أو دور العقارات أو قطاع العقارات في الصناعة بصفة عامة وفي خلق فرص عمل. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أشرف الخطيب، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الماليين وخبراء الاستثمار، وبالتأكيد قناتنا هتتابع غدا هذا المؤتمر الهام. شكرا جزيلا. طيب في لعبة يعني أنا أول مرة أسمع عنها، حتى سألت الشباب يعني إيه هي، ما حدش جاوبني، بس اسمها لعبة الفيفا. أحد الأخوة الأشقاء السعوديين فاز ببطولة العالم فيها، المواطن السعودي مساعد الدوسري هو اللي فاز في هذه اللعبة، وصل للنهائي العالمي وفاز امبارح في العاصمة الألمانية برلين. دي لحظة فوز مساعد الدوسري في هذه اللعبة. خلينا نشوف الفيديو الأول. Maybe one more attack, something special. Conclude it. Congratulations, Mr. Sarri. 6-4 he wins here in Manchester. The champion. He's back on top, Richard Buckley. What a performance from Mr. Sarri. He's turned up when he needed to. He wanted to taste victory again at a major FIFA event, and that's exactly what he's done. ESWC last week, he finished third. He's gone two steps better this weekend in Manchester, and he will be lifting the Spring Cup. Congratulations. Your champion, Falcon, MS Desari, the Saudi Arabian, with a different play style. You know, just a different way of playing competitive FIFA at the highest level, and what a tournament this has been for him to go and... مساعد الدوسري الشقيقنا السعودي اللي فاز ببطولة كأس العالم في هذه اللعبة اللي هي كرة القدم الافتراضية، وهو ماسك الكأس وصورته على الشاشة. خلينا الأول نقول له ألف مبروك مساعد، ألف مبروك، مساء الخير أولا. أول مساء النور، الله يبارك فيكم جميعا وشاكر لكم دعمكم، وحاب أمسي عليك وعلى المتابعين الكرام. الله يبارك فيك. طيب قول لنا يعني اللعبة دي، يعني الشباب بيقولوا لنا مشهورة جدا، اللي هي كأس اللي هي كرة القدم الافتراضية، مش كده؟ هي ممكن فوق 20 مليون شخص يلعبها ومشهورة كثير صراحة. بسم الله ما شاء الله. وحضرتك أول عربي يفوز بهذه البطولة؟ لا، قبل ممكن 3 سنين برضو قد فاز فيها أخوي عبد العزيز الشهري. أخوك شقيقك يعني؟ لا لا لا، أخوي بمعنى أنه صاحبي. صديقك يعني. طيب جميل جدا. أيضا مواطن سعودي؟ أيوة مواطن سعودي. طب ده جميل جدا، يعني أنتم في أيوة. المملكة العربية السعودية يعني متفوقين في كرة القدم الافتراضية، يعني إن شاء الله تتفوقوا في كرة القدم الواقعية بإذن الله في كأس العالم وتحققوا نتائج كويسة، بس مش معانا يعني. بإذن الله جميع المنتخبات العربية تحقق نجاحات في كأس العالم، وإن شاء الله اثنيننا نتأهل. وبخصوص الرياضة الإلكترونية، هي عندنا في السعودية ما شاء الله مشهورة، متابعين لها ومشهورة عندنا، وعندنا مثلا مبدعين كلنا فيها، بس خصوصا هذه السنة عندنا يعني دعم غير مستغرب من معالي المستشار رئيس الاتحاد العربي
تركي آل الشيخ مو مقصر صراحة مع أي سعودي في هذا المجال أو المجالات الأخرى بشكل عام. طب قول لي هذا هو السبب اللي أنا أتوقع أني أشوف فيه أكثر من بطل سعودي. طب قول لي يا أخ مساعد، يعني أنت دلوقتي زي ميسي وزي محمد صلاح في كرة القدم صح؟ زي ميسي زي محمد صلاح بس في الفيفا. بس في الفيفا بس أيوة بس يعني هم فوق شوية. طب انت ما جربتش انك انت تلعب كرة قدم واقعية يعني في الملعب مش في انا اول كنت العب كرة قدم واقعية، لكن لما تكون يعني محترف في الفيفا ما يكون عندك هذاك الوقت، يعني ممكن تحتاج انت يوميا 3 ساعات إلى 4 ساعات تلعبها، فصعب يكون عندك وقت تبكي مع اهلك اصحابك، فصعب انك تلعب كرة، ولا اكيد خبرتك الكروية تفيدك اكيد أكيد. طيب يعني كم دولة كم فريق كم لاعب خلينا نقول شارك في هذه البطولة؟ هي تصفيات أونلاين يأخذون أول 128 لاعب على الجهازين البلاي ستيشن والإكس بوكس، وأنا الحمد لله جبت الخامس على العالم وقدرت أتأهل. وفي هناك طبعا لاعبين يمثلون أندية كبيرة مثل مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، موناكو، ليل، أياكس، طبعا لعيبة كلهم. بس انت بتمثل شخصيين لهم يدرسون كيف لعب الخصم، يعني شغلة كبيرة. ممتاز. انت بتمثل نادي معين؟ بتمثل الزمالك مثلا؟ لا لا انا ما بمثل نادي معين، يمكن فريق انا مسويه بيني وبين الشباب، يعني عشان اسمه الصقور والفالكونز، عشان يعني امثل لو جزء بسيط بس من بلدي. طب ايه رايك ما نعمل ديل تمثل الزمالك؟ يعني نفسنا الزمالك ياخذ بطولة، حرام يعني. لا معالي المستشار اهلاوي صراحة وانا دائما معه والله يعني. طيب ماشي. طيب المكافأة بتاعتك كانت كام ولا ايه؟ ولا مكافأتي انا ممكن من الشركة نفسها 22,000 دولار بس الفيفا نفسها. بس 22,000 دولار بس. طب يا عمي احنا بندي لك 50,000 دولار وتقول انك انت لعبت باسم الزمالك. بس الفوز على شيء، وعندي سعادة الجميع صراحة، هذا هو الأهم من كل شيء، خصوصا ما شاء الله الشعب المصري ما يحتاج، والله وقف معايا كثير برضو، جلس يدعمني، وفي كهرب وأحمد الشيخ وحسين السيد دول بحسب أخواني من قبل البطولة هم يشجعوني. احنا سعداء جدا بفوزك طبعا، ده شرف لكل عربي، ونقول لك ألف مبروك وإلى الأمام إن شاء الله. ألف شكر لكم، شكرا لكم على الاستضافة الجميلة. شكرا جزيلا الكابتن مساعد الدوسري اللي فاز ببطولة كأس العالم في لعبة الفيفا. مش راضي يلعب باسم الزمالك، حاولت معاه. ماشي. زي ما وعدنا حضراتكم امبارح ان احنا نتابع تفاصيل قصة السيدة أميمة اللي استغاثت بالبرنامج وكان وزنها اكتر من 200 كيلو جرام، النهاردة وحدة جراحات السمنة المفرطة التابعة لجامعة عين شمس في مستشفى الدمرداش اوفت بوعدها باجراء العملية اللي احنا صورنا جزء منها، وبعدها عقدت مؤتمر صحفي أعلنت فيه عن نجاح العملية. نشوف جانب من هذا المؤتمر. في 10 صباحا كانت أميمة صلاح صاحبة 300 كيلوغرام تستعد لإجراء العملية الجراحية الأولى للتخلص من هذا الوزن، وبعد أقل من ساعة كان الفريق الطبي قد أنهى مهمته معلنا نجاح الخطوة الأولى. الحمد لله على السلامة، الحمد لله العملية مشت كويس جدا، كان ما فيش أي مشاكل، ما خدناش وقت خالص، احنا عملنا كل الاختبارات جوه العملية عشان نطمن ان ما عندناش تسريب او ما عندناش اي مضاعفات، الحمد لله كل حاجة طلعت كويسة، العيانة مش كويسة قوي الحقيقة. طبعا انا اهم حاجة النهاردة بشكر الدكتور فهمي سعد وفريق التخدير، لان فريق التخدير عمل تخدير على اعلى مستوى، الحالة مشت بسموث جدا، نعومة جدا، ما كانش فيها اي مشاكل، الفريق اللي كان بيساعدنا كله كان عمل شغل هايل، كل الادوات والقصه ان احنا بنستعمل كل حاجه جديده دي فارقه جدا 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 في الشغل، ان الشغل اسهل واحسن واسرع وكله كويس. عقب الانتهاء من العمليه كانت كليه الطب بجامعه عين شمس على موعد لعقد مؤتمر صحفي لاعلان تفاصيل حاله اميمه وما تم فيها، وكذلك الاعلان عن اتخاذ الكليه طريق العالميه باستخدام صندوق الادوات الطبيه الذي يستخدم مرة واحدة في مثل تلك الحالات. ذو جودة، ثم حكاية ان هو سنجل يوز، الاستخدام الاوحد لاي مستلزم مكتوب عليه يستخدم لمرة واحدة. فور سنجل يوز.
كان في منطق سابق في سنوات سابقة في مصر إنه والله إحنا بلد فقيرة أو إن مستشفى الدمرداش دي مستشفى فقيرة فما جراش حاجة لما ناخد حاجة نعيد تعقيمها ما إحنا نعيد تعقيمها بكفاءة ونستخدمها مرة تانية إنما هو ده تفكير في غير محله. والله الحمد لله أنا مبسوط جدا بالنتيجة العملية وطبعا أنا التقيت بيك امبارح وكان قبل العملية وكنت متوجس برضو الحمد لله إن يعني كنت نفسي الأمور كلها تمشي تمام فالحمد لله العملية تمت زي ما الكتاب بيقول على أعلى مستوى وهي دي العالمية إن إحنا نشتغل طبقا للستاندردز والمواصفات العملية العالمية لمثل هذه العمليات. أميمة صلاح التي وجدت الاستجابة السريعة لحالتها فور الاستغاثة ببرنامج رأي عام بدأت اليوم أول صفحة في حياتها الجديدة وهو ما يؤكد أن الطب في مصر سيظل فخر الوطن العربي والعالم أجمع. يعني احنا سعداء جدا أن أميمة عملت العملية وبنكرر شكرنا للدكتور خالد جودت وبإذن الله نطمن على أميمة في الأيام المقبلة بإذن الله. بكده وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية. بعد الفاصل ما هو علم أو فن التسويق السياسي؟ كيف يمكن صناعة سياسي أو قائد أو رئيس حزب؟ ما الذي تفعله شركات العلاقات العامة وما الخدمات التي تقدمها للراغبين؟ بعد الفاصل.